من الباب التاني. تاني؟ يعني ايه؟ لا بذمتك مش عارف؟ انت مش عارف؟ لا يا شيخ، هلاقي هنا الكلام ده؟ العباعيه دي يا سيد، العربيه دي مكيفه؟ لا اسمع، الدنيا بالليل بتبقى بارده قوي، والبرد ممكن يأذي الشمبانز ولا اي حيوان تاني يرفصه ويموته، ممكن يركب معايا. ممنوع. اه طب اسمع، ايه رايك؟ تعالي فوق، يلا يلا. اوبا، ما تخافيش على زمايلك، راكبين في العربيه اللي ورانا، معاهم اكلهم وشربهم. نمي انت وحط بطنك بطيخه صيفي. يلا يلا، حط دماغك هنا اهو. يلا حط دماغك على المخده، دماغك هنا، ما تعرفيش دماغك من بعدين. مش هننام؟ ايه رايك؟ نومه ما كانش احلم بيها جد جدك. على المخده، على المخده. تكييف شديد مش كده؟ اهو ده يا ستي الفرق اللي بيننا وبينكم، احنا نحب التكييف وانتوا ما تستحملوهوش. تعرف انا ما عرفتش اسمك لحد دلوقتي. اسمعي، انا هسميكي دلال. دلال. ايه رايك؟ دلال هو اسم عربي قديم ولم يعد شائعا الان، وكان العرب الاقدمون يطلقونه على الانثى اللي بتدلع وبتدلل كتير. وفي بعض المراجع بتقول والله يا دلال يا اختي، انا موقفي ما يفرقش عن موقفك كتير. انت هتبداي حاجه جديده في مصر وانا في اليونان، مين عارف يمكن تكوني من نصيب واحد غني يعيشك عيشه حلوه، يجوزك شمبانزي ابن حلال، يقدس الحياه الزوجيه، يهنيكي ويستتك، قصدي شمبزك. لانك ظريفه، ظريفه فعلا، وغاليه، غاليه قوي، ما تطلعيش فيها قوي كده، مارادونا اغلى منك. بس يا دلال، بس امال فين الحمار؟ ما هو قدامك يا اخ. اللي قدامي ده جحش، انا بسالك عن الحمار يا بني ادم. هو ده اخر حمار لقيته في عربيه الحيوانات. يا نهار اسود، ده احنا كده نروح في داهيه، ده حمار الحكومه. طب وانا مالي؟ انت وديته فين؟ هو انا مغسل وده من جنه؟ هو ده اللي لقيته يا سعاده البيت. حضرتك عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز حمار الحكومه، دي مسؤوليتكم. يمكن نزلوه غلط في اي محطه تانيه. يفرق كتير يعني عن الحمار اللي كان معاك؟ يعني كان مقصر من سلاله خاصه، اجداده من بني حمير؟ انا مش فاهم يا استاذ، تعمل مشكله ليه؟ انا مش عامل مشاكل، انا اللي هروح مشاكل. ما هو لو بتاعي انا ما كانش يهمني، انا جاي اسلمه في مهمه مصلحيه، مثبوت في الاوراق الرسميه انه حمار عادي، اللي بيديهولي جحش. اقول لهم ايه؟ تقول اللي حصل وتقول انك عملت محضر بالواقعه، وادي نمره المحضر. طب ومين المسؤول اذا ما رضيش بقى يسلموه؟ خليه عندك لما يبقى.